الرئيس السيسي وجه بتعزيز جهود تطوير قطاع التعدين بالتكامل مع رؤية الاستراتيجية التنموية للدولة. بتوجيهات من الرئيس السيسي، مدبولي يستعرض المؤشرات المستقبلية للاقتصاد المصري. فرنسا تحض على تمديد عملية الإجلاء من أفغانستان لما بعد 31 من أغسطس، وعشرة ملايين طفل أفغاني في حاجة إلى المساعدة. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز جهود تطوير قطاع التعدين في مصر بالتكامل مع رؤية الاستراتيجية التنموية للدولة وحوكمة المنظومة بالكامل إداريا وماليا، بما في ذلك التعاقدات مع الشركاء الأجانب بهدف الاستغلال الأمثل لثروات مصر الطبيعية وحسن إدارتها حفاظا على حقوق الدولة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط وجهود الدولة لتطوير قطاع الثروة المعدنية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لخطط وجهود الدولة لتطوير قطاع الثروة المعدنية، حيث تم عرض جهود الدولة في هذا الإطار، وكذلك الشراكة مع الخبرات الأجنبية المتخصصة في مجال التعدين للتعاون في مجال البحث والتنقيب عن المعادن خاصة خام الذهب. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود تطوير قطاع التعدين في مصر بالتكامل مع الرؤية الاستراتيجية التنموية للدولة وحوكمة المنظومة بالكامل إداريا وماليا، بما في ذلك التعاقدات مع الشركاء الأجانب بهدف الاستغلال الأمثل لثروات مصر الطبيعية وحسن إدارتها حفاظا على حقوق الدولة. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء حلف اليمين للمستشار عزة أبو زيد عبد الرحمن أبو زيد رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، كما منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أعرب عن التقدير لما بذله رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق من جهد وتفان في تحمل مسؤولية الرسالة الوطنية للهيئة والمساهمة في عملية إصلاح الجهاز الإداري للدولة، وذلك امتدادا للتاريخ العريق للنيابة الإدارية في مكافحة الفساد وتحقيق انضباط الأداء الإداري الحكومي. قرار رئيس جمهورية مصر العربية منح السيد المستشار عصام الدين محمد فهيم رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لخدماته الجليلة للدولة. قرار رئيس جمهورية مصر العربية يعين السيد المستشار عزة أبو زيد عبد الرحمن رئيسا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارا من 21/8/2021. أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم الدستور والقانون. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للإعلامي الكبير الأستاذ حمدي الكنيسي رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، وذلك بمستشفى المعادي العسكري إثر إصابته بأزمة صحية. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. في تصريحات تلفزيونية أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الإعلام والثقافة
لهما أولوية لدى الدولة المصرية، مضيفا أن الدولة ستدعم تقديم أي عمل فني يهدف لتجديد الخطاب الروحي. وفي هذا الإطار شدد الرئيس السيسي على أن أهم قضية تواجه مجتمعنا هي قضية الوعي، مؤكدا أهمية بناء الوعي الحقيقي حتى في المجال الفني. أنا داعم لأي عمل فني في المجال اللي احنا بنتكلم فيه، هو بناء الوعي الحقيقي بما فيه الوعي الديني. إن شئت انك تسميه وعي ديني، انا يعني مش هخش معاك في نقاش يعني الخطاب تطوير الخطاب الديني او تطوير الخطاب الروحي، اخش في القضيه دي دلوقتي معاك يعني. لكن القضيه كلها القضايا كتير الموجوده، واحنا همنا ان احنا نحصن ابنائنا وبناتنا شبابنا الصغير والكبير، ويبقوا فاهمين كويس قوي الدنيا حوالي منهم عامله ازاي. كما شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية دعم قضية الفهم وتوعية المواطنين بمخططات إسقاط الدول وليس إسقاط الأنظمة. وفي هذا السياق أكد السيد الرئيس أنه عندما تسقط الدولة والنظام يبدأ العبث بمقدرات الدولة مع غياب قيادة أو رأس تتحمل المسؤولية وتأخذ القرار ويتماشى معها الجميع، وهو ما ظهر جليا في أفغانستان ودول عدة. قضية الفهم فهم يعني فهم التحدي اللي هو تحدي اسقاط الدول، وهي بالمناسبه مش اسقاط انظمه، النظام ممكن يمشي بسحب، لكن الخطوره كلها ان الدوله هي اللي يبقى الاستهداف الدوله تدمر. انا عايز اقول لك على حاجه، انت لو يعني ده مهم قوي ان انتوا تعرفوه للي ما يعرفش، افغانستان دي من 50 سنه كانت شكل تاني غير كده خالص. هاتوا الكتب وهاتوا الافلام وهاتوا الكلام ده، هتجدوا دوله مختلفه خالص عن حتى الدوله اللي احنا بنتكلم فيها. طب ايه اللي حصل؟ عندما تسقط الدوله مش تسقط، يسقط النظام، خلاص بقى يبتدي العبث بمقدرات ومستقبل الدول. طبيعه الحال بدل ما فيش قياده خلاص ما فيش راس تتحمل المسؤوليه وتاخد القرار والكل يمشي معاها أو يتماشى معها حتى. ده ما حصلش. النهارده أنت بتشوفي دولة بقى لها 40 سنة زي ما أنتم شايفين كده. والكلام ده في دول تانية كتير. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة لتطوير التعليم. وأضاف الرئيس السيسي في تصريحات تلفزيونية أن القضية الأهم هي توعية المواطن بالمفهوم الشامل لمسألة النمو السكاني. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة المؤشرات المستقبلية للاقتصاد المصري والاستمرار في تحفيز الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص خلال المرحلة القادمة. جاء ذلك خلال اجتماع لمدبولي مع وزيرة التخطيط وعدد من المسؤولين لاستعراض الأداء والمؤشرات المستقبلية للاقتصاد المصري. أشار مدبولي إلى أن الدولة استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية بفضل الإصلاحات الهيكلية. وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدد من السيناريوهات لتعزيز أداء الاقتصاد للفترة القادمة، والخروج بعدد من التوصيات في هذا الشأن ستتم مناقشتها في المجموعة الاقتصادية تمهيدا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي باستحداث برنامج تحفيز طيران داخلي يربط بين المدن الساحلية بمحافظات الصعيد ووادي النيل لتقديم منتج متكامل يضم الشواطئ والآثار. جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. ولفت مدبولي إلى حرص الدولة على دفع القطاع السياحي بما يسهم في تعظيم العوائد من خلال الترويج للمقاصد المصرية لزيادة حركة السياحة الوافدة. وتطرق الاجتماع إلى جهود التحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي، وأبرزها إضافة خدمة التأشيرة السياحية الإلكترونية ل 28 دولة جديدة ليصبح العدد 74 دولة، وإطلاق تطبيق إلكتروني لقياس مستوى رضا السائحين بالمطارات. أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بتجديد تعيين المستشار محمد أحمد عبد الوهاب رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لمدة عام. أعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية السودان الشقيقة حكومة وشعبا، ولذوي ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مؤخرا عددا من الولايات السودانية وأدت إلى وفاة عدد من المواطنين وتدمير المنازل. وتؤكد مصر على تضامنها الكامل مع السودان الشقيق في تلك الظروف الحالية في إطار ما يجمع البلدين الشقيقين وشعبي وادي النيل من أواصر أخوية وتاريخية راسخة، مؤكدة ثقتها في قدرة السودان وشعبه الشقيق على عبور تلك الأزمة. تواصل وزارة الداخلية توجيه قوافل خدمية للمدن الجديدة بالتوازي مع توجيهها للمناطق النائية والقرى والنجوع. وفي هذا الإطار وجهت وزارة الداخلية سيارات الأحوال المدنية إلى مدينة العالمين الجديدة وبعض قرى محافظة الفيوم لاستخراج مصدرات قطاع الأحوال المدنية لقاطن تلك المناطق والعاملين في المدن الجديدة. لم يعد الأمر يقتصر على تقديم خدمات قطاع الأحوال المدنية للمواطنين في مقرات الأحوال المدنية فقط، بل تم استحداث خدمات جديدة للتيسير على المواطنين. فقد انتقلت وزارة الداخلية بالخدمة إلى أماكن العمل والإنجاز والمشروعات العملاقة التي تتحقق حتى لا تتوقف مسيرة العمل، من خلال سيارات مجهزة تعمل بالطاقة الشمسية كمقرات متنقلة للأحوال المدنية بها كافة التجهيزات لاستخراج الأوراق الثبوتية. وقد قامت الوزارة بتوجيه تلك السيارات إلى مدينة العالمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع التي تنشئها الدولة بهدف خدمة العمال في مواقع عملهم ولخدمة المترددين عليها من المواطنين، خاصة في تلك الفترة من العام والتي تشهد زحاماً كبيراً، بهدف التيسير عليهم في استخراج أو تجديد بطاقات الرقم القومي أو الحصول على مصدرات القطاع المختلفة. دي خدمة ممتازة طبعاً بتقدمها وزارة الداخلية للمواطنين اللي موجودين المغتربين بعيد عن بيوتهم، مش عارفين ينزلوا يخلصوا مصالحهم الحكومية. وفرت علينا كتير بأمانة، شيء يحترم جداً. يعني إحنا يعني الواحد بينزل أجازة وما بيصدق يرجع. انا جاي اعمل شهاده ميلاد لابني هنا دلوقتي، انا ما صدقتش لما كلمونا قالوا لنا ان في عربيات احوال مدنيه موجوده هنا. الحقيقه مجهود يشكر وحاجه محترمه جدا جدا جدا. كمهندس هنا مثلا في مدينه العالميه الجديده كنت شايل هم موضوع ان انا اروح اجدد بطاقه الزوجه والاوراق والكلام ده كله، فالعربيه ديت سهلت لنا طبعا الموضوع كله. وبالتوازي مع توجيه قوافل الاحوال المدنيه الى مدينه العالمين الجديده والمدن الجديده، وجهت الوزارة سيارات الأحوال المدنية المجهزة إلى عدد من القرى النائية بمحافظة الفيوم لمساعدة المواطنين هناك في استخراج الأوراق الثبوتية، وهو ما يوفر عليهم عناء التوجه إلى مقرات الأحوال المدنية بمراكز ومدن المحافظة لاستخراجها. وتم الاستعانة بتابلت للتعامل مع الحالات الصحية التي يتعذر توجهها لمقرات الأحوال المدنية أو دخول السيارات المتنقلة إليها في أماكن إقامتها. جات لنا النهارده قافله احوال مدنيه عملت لنا بطايق وشهاده ميلاد وخدمات مدنيه كتير،
ريحتنا جدا ان احنا كنا بنركب مواصله بتاع نص ساعه عشان نعمل بطاقه ولا شهاده ميلاد. فرت على ناس كتير جدا وجهد كتير، وانا النهارده كنت جاي استخرج شهاده ميلاد لابني والحمد لله تم استخراجها بكل بساطه وبكل راحه. الى مواقع العمل والبناء، والى القرى والمناطق النائيه، والى كل مكان على ارض الوطن تتوجه سيارات الاحوال المدنيه لتقدم للمواطنين في كل تلك الاماكن خدمة ميسرة يحصل من خلالها على مصدرات قطاع الأحوال المدنية، والتي أصبحت أيضاً متاحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت في إطار توسع وزارة الداخلية نحو إتاحة خدماتها إلكترونياً اتساقاً مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد إنتاج 15 مليون جرعة من لقاح ساينوفاك على أن يتم توريد أول مليون جرعة في المراكز الطبية بدءا من الغد. وخلال مؤتمر صحفي بشأن مستجدات لقاحات كورونا، أكدت الوزيرة أن اللقاح المصري يقلل نسبة دخول المريض إلى المستشفى بنسبة 90%. تم إنتاج، إحنا دلوقتي ما عندنا إنتاج ل 15 مليون جرعة من فاكسيرا ساينوفاك. بدء توريد اللقاحات اللي تم تصنيعها، أول مليون جرعة هيتم توريدها لمراكز اللقاحات ابتداء من الغد في جميع المحافظات. الطاقة الإنتاجية لفاكسيرا ساينوفاك من 15 مليون ل 18.5 مليون جرعة شهرياً، وده طبعا هيحل مشكلة كبيرة جدا في مجال توفير اللقاحات. زي ما انتم شايفين التحدي الكبير في توفير اللقاحات اللي هو مش ملوش علاقة بتوفر الفلوس قد ما قدرة التصنيع في العالم كله محدودة للغاية، وعشر دول في العالم قدرت انها تاخد 80% من الانتاج العالمي. وقالت وزيرة الصحة إن الشهادة الإلكترونية لتلقي لقاح كورونا ستكون متاحة منذ الأسبوع القادم، مشيرة إلى أن كل من تلقى اللقاح سيكون عليه تسلم الشهادة بعد إنهاء إجراءات تسلمها عبر شبكة الإنترنت. عملنا الشهادة بالكيو آر إلكترونيك، ابتداء من آخر الأسبوع القادم هيبقى متاح مش بس للطلبة، لكل واحد خد لقاح انه يصدرها الكيو ار الكترونيك هتجيله والدفع هيبقى اونلاين. ف امتى هياخد الشهاده ب 25 جنيه؟ من قاعده البيانات اللي حجلنا من الجامعه ان ده طالب فهيدفع ال 25 جنيه، غير كده حسب الرسوم اللي اقرها مجلس الوزراء 100 جنيه للشهادات اللي في الداخل و 250 جنيه لاغراض السفر للخارج. كما دعت وزيرة الصحة والسكان جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة لتلقي لقاحات كورونا خلال شهري أغسطس الجاري وسبتمبر القادم، مشيرة إلى أن الأولوية ستكون للجهات التي تتعامل مع الجمهور. إن كل العاملين في القطاع أو في الجهاز الإداري للدولة المصرية بكل فئاتهم مدعوين إن هم ياخدوا اللقاحات خلال شهر 8 و 9 زيهم زي التعليم العالي والتربية والتعليم. كل القطاع الإداري في الدولة احنا بنتكلم على حوالي 4.5 مليون مواطن. من ضمن الأولويات في القطاع الإداري للدولة البنوك والأماكن المغلقة اللي فيها تعامل كبير مع الجمهور، واحنا وجهنا زملائنا بسرعة. احنا من خلال مجلس الوزراء اللي فات كان في تعليمات من دولة رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه لكل الوزارات المعنية بان كل الناس تسجل وتخش على الموقع وتسجل وهتاخد اللقاح خلال شهر 9 باذن الله. هذا كما اكدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد ان جميع اللقاحات في مصر مطابقة للمواصفات العالمية، مشيرة الى انها متوافق عليها ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية. خلينا أكد على أن 100% من اللقاحات المتداولة في مصر including ساينوفارم وساينوفاك هي لقاحات متوافق عليها واخدة اعتماد دولي من منظمة الصحة العالمية.
يكون بعض الدول بتفضل لقاحات عن أخرى، دي سياسات مختلفة من دولة لأخرى ومن دول جوار مع بعضيها، ده بيوافق على ده واللي جنبه ما بيوافقش. وأهم حاجة عندنا هي صحة اللقاح وسلامته واعتماده من منظمة الصحة العالمية. خلينا نبدأ من الآخر، على المواطن المصري أنه يفخر أن الدولة المصرية أدركت أهمية التصنيع من آخر أغسطس 2020 لما دعينا منظمة الصحة العالمية وجات لنا خبراء، 4 خبراء في شهر 9 اللي فات علشان يشوفوا إمكانيات التصنيع عندنا، وبدأنا في النوع ده من التصنيع. أعلنت هيئة الدواء المصرية منح رخصة الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك فاكسييرا المنتج محليا، وذلك بعد اجتيازه عمليات التقييم اللازمة طبقا للقواعد والمرجعيات العالمية. يأتي ذلك انطلاقا من استراتيجيات الدولة وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو توفير لقاحات آمنة وفعالة لمواجهة فيروس كورونا. وأكدت هيئة الدواء أن منح رخصة الاستخدام الطارئ للقاح جاء بعد أن قدمت الهيئة دعما فنيا وإجرائيا غير مسبوق لشركة فاكسيرا ومساهمة منها لتوطين تلك الصناعات الهامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي في أسرع وقت ممكن، ووضع مصر على خريطة الدول المنتجة للقاحات كورونا. في إطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، تتواصل عملية تطعيم جميع العاملين بالجهاز الإداري والهيئات الحكومية. كما تسعى الدولة لتطعيم جميع العاملين بقطاع التعليم الجامعي وقبل الجامعي، بالإضافة إلى جميع الطلاب، استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك للحد من انتشار الفيروس. جهود متواصلة ومساع حثيثة تقوم بها مصر لمكافحة تفشي فيروس كورونا، بدأت بالإجراءات الوقائية والاحترازية تالتها تأمين جرعات اللقاحات المضادة سواء الخارجية أو المحلية. وعقب تلك الخطوة الهامة، تواصل الدولة جهودها للتوسع في تطعيم مختلف فئات المواطنين بما يضمن الحد من انتشار الوباء. خطة متكاملة تقوم بها الدولة لتطعيم جميع العاملين بالوزارات والهيئات الحكومية تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية بالتوسع في تلقي مختلف المواطنين للقاحات المضادة. الدولة تسعى لتطعيم العاملين بقطاعي التعليم الجامعي وقبل الجامعي، بالإضافة إلى الطلاب الجامعيين، استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد بأمان، حيث تابع رئيس الوزراء مع وزيرة الصحة إجراءات تطعيم العاملين في القطاع التعليمي، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد بما يضمن الحد من انتشار هذا الفيروس ويوفر المزيد من الاطمئنان للمشاركين في العملية التعليمية بمختلف مراحلها. وحرصا منها على تأمين جرعات اللقاحات بقدر كاف، عقدت مصر العديد من الاتفاقيات مع كبرى مراكز تصنيع اللقاحات لتوريد اللقاحات العالمية، تسلمت منها شحنات كبيرة، ومن المنتظر وصول شحنات أخرى خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع مساعي الدولة لتوطين تصنيع اللقاحات، حيث من المقرر أن يتراوح الإنتاج القومي من لقاح فاكسيرا سينوفاك من 15 إلى 18.5 مليون جرعة شهريا. وقد عززت مصر معدلات التلقيح في الأشهر الماضية، حيث فتحت العديد من مراكز التلقيح القادرة على تقديم اللقاح لآلاف الأشخاص يوميا في جميع أنحاء الجمهورية. وتعد مصر من بين البلدان القليلة التي يتاح فيها التلقيح ليس لمواطنيها فحسب، بل لجميع المقيمين على أرضها بمن فيهم اللاجئون والمهاجرون. أكدت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية أن مصر على مدى تاريخها العريق تعمل دائما على تمكين الشباب في شتى المجالات، إلا أن الفترة الحالية شهدت تغيرا جذريا في إيمان الدولة بأنه لا غنى عن مساهمات الشباب ودورهم في صياغة حاضر وطننا وبناء مستقبله. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لإطلاق مسابقة بداية حلم تحت رعاية السيد انتصار السيسي، وهي أول مسابقة حكومية لدعم المبادرات المجتمعية التي تتماشى أهدافها مع رؤية مصر 2030. وفي كلمتها شددت السيد انتصار السيسي على أن مسابقة بداية حلم هي إحدى الفرص الواعدة التي تقدمها الدولة للشباب ليشاركوا فيها بأفكارهم ومبادراتهم المجتمعية، لتضاف إلى العديد من المساهمات التي يقدمها الشباب لرسم مستقبل أفضل لهم وللوطن.
طبعا مبادرة بداية حلم، يعني دي حاجة محترمة وحاجة جميلة بتطلقها الدولة من خلال وزارة الشباب والرياضة، بتدي فرصة لمجموعة كبيرة جدا من الشباب ان اي حد عنده فكرة لمشروع حلم ان هو يعمل مشروع يفيد نفسه ويفيد البلد، ده في حد ذاته طبعا هدف جميل. يمكن كان كتير من الشباب بتقابلهم المشكلة ان انا في دماغي فكرة نفسي اعمل مشروع بس ما عنديش امكانيات، ما عنديش، بالعكس ان الدولة ما بتوفر له هو الـ 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 الامكانيات اللي تخليه يحقق حلمه من خلال مسابقة كبيرة هتتم يشارك فيها اكبر كم من الشباب عشان يحققوا احلامهم، وهي من اسم المبادرة بداية حلم. هي بداية الحلم دايما الواحد لما بيفكر في حلم ازاي هيتنفذ وازاي يوصل له مع نفسه، ده في حد ذاته حاجة كويسة، وبندعو الشباب كلهم انت عندك حلم امشي ورا حلمك. النهاردة احنا كوزارة الشباب بنطلق مبادرة للشباب مصر كله الواعد، مبادرة كان نفسنا من زمان ان هي ندي فرص كبيرة للشباب، وبرعاية كريمة من فخامة حرم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد انتصار السيسي. عايزه اقول ان واقع الرعايه على الشباب النهارده احنا شايفينهم ايه ده، يعني احنا متشافين قوي كده، قياده سياسيه وقرينه الرئيس مهتمه بالشباب للدرجه ديت ان هي تكون راعي لمسابقه في مجال المبادرات المجتمعيه بدايه حلم. احنا بنقول للشباب احلم وفكر في افكار جديده وابتكر وابدع، وان شاء الله دعم الدوله كله ليك. طبعا احنا جايين هنا طبعا وفد من الجامعه عشان نعرف المبادره بتتكلم عن ايه، طبعا حابين ان احنا نشارك في حاجه زي دي، بخصوصا ان السيده انتصار هي اللي عاملاها، استاذ اشرف ده سفير للمبادره، حابين نشارك في حاجه زي دي باسم الجامعه وباسمنا احنا شخصيا، حاجه نستفيد بيها، حابين نطلع بصوره كويسه قدام الجامعات التانيه ان احنا طبعا نشارك في حاجه زي دي لان هي حاجه مهمه جدا. طلب وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان بتمديد فترة الإجلاء من كابول إلى ما بعد نهاية الشهر الجاري، معتبرا أن هذا الأمر ضروري لإكمال العمليات الحالية في ظل الأوضاع الراهنة في أفغانستان. كانت الولايات المتحدة قد حددت 31 من أغسطس موعدا لإنجاز انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان. قتل حارس أفغاني في تبادل لإطلاق النار في ساعة مبكرة من صباح اليوم في مطار كابول. وذكرت وكالة رويترز للأنباء بأن القوات الألمانية والأمريكية تدخلت في أعقاب الحادث، وأوضح الجيش الألماني على تويتر أن تبادلا لإطلاق النار وقع بين حراس أفغان ومهاجمين مجهولي الهوية عند البوابة الشمالية لمطار كابول، مما أدى إلى مقتل حارس أفغاني وإصابة 3 آخرين. ويشهد مطار كابول فوضى مع تدفق 10,000 من الأفغان والأجانب سعيا للفرار من أفغانستان بعدما سيطرت حركة طالبان على البلاد. قالت هنريتا فور المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إن قرابة 10 ملايين طفل في جميع أنحاء أفغانستان بحاجة إلى المساعدة الإنسانية للبقاء على قيد الحياة. وذكرت وكالة رويترز للأنباء بأن المسؤولة الأممية توقعت أن تزداد الاحتجاجات الإنسانية والاحتياجات للأطفال والنساء على حد سواء خلال الأشهر القادمة وسط الجفاف الشديد، وأكدت أن الملايين بحاجة إلى حملات للتطعيم المنقذة للحياة ضد شلل الأطفال والحصبة. من جانبها قالت منظمة الصحة العالمية إن 500 طن من الإمدادات الطبية كان من المقرر أن تتسلمها أفغانستان هذا الأسبوع لكنها تعطلت بسبب القيود المفروضة على مطار كابول، وحذرت المنظمة من نفاذ الإمدادات الطبية بالبلاد. قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إن الولايات المتحدة تركز حاليا على جهود الإجلاء الجارية بأفغانستان. وحسب ما ذكرت وكالة رويترز فقد أكدت هاريس خلال زيارتها لسنغافورة بأن أولوية الإدارة الأمريكية حاليا ترتكز على إجلاء المواطنين الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر وخاصة النساء
والأطفال، معربة عن أملها بألا تصبح أفغانستان بؤرة للإرهاب مرة أخرى. رفعت منظمة التعاون الإسلامي إلى الأمم المتحدة مشروع قرار يطالب بإجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان بدون أن يدعو إلى إنشاء آلية تحقيق دولية، كما طالبت منظمات غير حكومية. وستتم مناقشة النص غدا في جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان تعقد بناء على طلب باكستان كمنسق منظمة التعاون الإسلامي حول حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية وأفغانستان بدعم من عشرات الدول منها فرنسا والولايات المتحدة. التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. رئيس الوزراء العراقي يعلن إطلاق عملية أمنية في قضاء الترمية ويؤكد أن مكافحة الإرهاب هي مسؤولية جماعية. أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن إطلاق عملية أمنية في قضاء الترمية، موضحا أن القضاء على الإرهاب وتكثيف منابعه يحتاج إلى عزيمة وقوة من خلال التعاون بين الدولة والمواطن. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بأن الكاظمي زار قيادة العمليات العسكرية في الترمية واجتمع بالقيادات الأمنية وأكد أن مكافحة الإرهاب هي مسؤولية جماعية يجب أن يشارك فيها الجميع. المطلوب نتعلم من دروس الماضي، دولة ليس ولدكم ولا ولد العراق، دولة مجرمين قتلة، يجب نتعاون سوية على حماية المنطقة. الحكومة موجودة لخدمتكم لحمايتكم وتوفير ما تستطيع. نعم عندكم معاناة، عندكم نواقص، نعم كلها صحيحة، بس يجب يصير عندنا انطباع بالانتماء للدولة. الآن بدأنا عملية كبيرة في الطارمية، سوف نبدأ بعملية كبيرة تنظيف الطارمية من كل موضع قدم لأي إرهابي يستغل هذه المنطقة، يستغلوها لأسباب دعائية. فالمطلوب نتعاون بكل قوة. أجب الانتباه من أصوات النشاز اللي تستغل حضوركم ومناطقكم لأسباب سياسية وتبحث عن فرصة لصناعة شرخ داخل مجتمعنا. بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يانكو بيتش مستجدات الأوضاع في ليبيا. وخلال اللقاء تم التباحث حول المصالحة الوطنية والتأكيد على إجراء الانتخابات وتذليل الصعوبات من أجل تنظيمها في موعدها المحدد. كما تمت مناقشة الوضع الأمني في البلاد والتنسيق مع دول الجوار في الملفات الأمنية المشتركة. أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تضامن بلادي حكومة وشعبا مع تونس في هذه المرحلة الدقيقة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس تبون والرئيس التونسي قيس سعيد، حيث بحث الرئيسان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها. استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد وزير شؤون الخارجية الجزائرية رمتان لعممرة بقصر قرطاج. وخلال اللقاء جدد الرئيس التونسي الإعراب عن الحرص الراسخ على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجزائر بخصوص الملفات الثنائية والإقليمية تعزيزا لأمن واستقرار البلدين. لقاءاتنا تعتبر كلها لبنة نحو الأفضل ونحو التنسيق أكبر ونحو المثابرة في العمل الدؤوب من أجل إسماع صوت الجزائر وتونس المشترك، وصوت الحكمة وصوت المسؤولية وصوت شعبين شقيقين يتطلعان إلى مستقبل أفضل لهما ولكافة الشعوب في المنطقة.
أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 976 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات المسجلة بالبلاد منذ ظهور الوباء إلى 690,450 حالة. وأوضحت الوزارة أنه تم خلال 24 ساعة ماضية تسجيل تعافي 926 حالة من الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 767,785 حالة. كما سجلت الأردن 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 10,308 حالة وفاة. أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 44 حالة وفاة و 4,168 إصابة بفيروس كورونا على مستوى إيطاليا خلال الساعات 24 الماضية. أوضحت الوزارة أنه بذلك ارتفع إجمالي حالات الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في إيطاليا منذ بداية تفشي الوباء إلى 128,795 حالة. هذا وقد بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة 4,488,779 حالة إصابة. أعلنت كوريا الجنوبية أنه سيكون لديها 170 مليون جرعة من لقاح كورونا في العام القادم. وتوقعت سول أن تخزن الحكومة العام المقبل 80 مليون جرعة، كما تخطط لشراء 90 مليون جرعة إضافية خلال نفس العام. وكانت كوريا الجنوبية قد قررت تأمين المزيد من الجرعات للاستجابة للسلالات المتحورة من فيروس كورونا. عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج لقاء تنسيقيا مع الجمعيات الأهلية المشاركة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اللقاء بأن الوزارة لديها بيانات ما يقرب من 34 مليون مواطن، سواء من المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، أو ممن تقدموا للحصول على الدعم ولم يحصلوا عليه بسبب عدم انطباق الشروط عليهم. لافتة إلى أن عدد من يحصلون على دعم النقدي حاليا يقترب من 4 ملايين أسرة حتى الآن. إحنا في الآخر اللي يهمنا مصلحة المواطن وحياته الكريمة، وبعدين يهمنا المرحلة اللي بعديها على طول مدى تكامل هذه القرية، عشان لما نخرج منها إحنا يكون أوريدي إحنا عارفين اللي موجود فيها موجود واللي مش موجود مبلغ عنه. وتلاتة، مين اللي هيكمل يبص على يعني يتابع أو يحافظ على المكتسبات اللي تم بنائها بعد ما نمشي. عشان كده في جزء مهم قوي بتاع الشباب، وده بننسق فيه مع مؤسسة حياة كريمة. إذا كان فيه هيبقى تجمع ما بيعمل متابعة مجتمعية بعد ما نخلص شغل في القرية، زائد طبعا ان المفروض نكون نظريا مش بس مجموعه الشباب، زائد نظريا المفروض تكون الاسر حصل لها نقله نوعيه، مش هنقول عملت طفره مره واحده. اكد محافظ اسيوط عصام سعد بان القياده السياسيه تولي اهتماما بالغا بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري. كما شدد المحافظ على تقديمه لكافه سبل الدعم الممكنه وتدليل العقبات وتسخير كافه الامكانات للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة، لافتا إلى متابعته الدورية والمستمرة لأعمال ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وكلف محافظ أسيوط قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمرور المستمر على هذه المشروعات للاطمئنان على سير العمل ومعدلات التنفيذ الفعلية على أرض الواقع طبقا للخطة الزمنية الموضوعة مسبقا. تفقد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين ونائبه ممثل الرقابة الإدارية مشروع تحسين خدمة مياه الشرب ببرج مغيزل ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. كما تفقد محافظ كفر الشيخ تطوير وتجهيز المركز التكنولوجي بمدينة مطوبس بإشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس. ووجه محافظ كفر الشيخ بإعادة تكليف الخدمة العامة بمدارس برج مغيزل سعد لسد عجز المدرسين ونقل الطلاب لأقرب مدرسة، لحين الانتهاء من إنشاء مدرستي برج مغيزل القديمة.
ترأس المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق ورئيس مجلس أمناء جامعة مصر المعلوماتية الاجتماع الأول لمجلس الأمناء، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت. وتعد جامعة مصر المعلوماتية هي أول جامعة في إفريقيا والشرق الأوسط، وهي متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة بها. في إطار سعي مصر تحت قيادة الرئيس السيسي لبناء الإنسان ومواكبة التطورات على الساحة العالمية، جاء القرار الرئاسي بإنشاء جامعة مصر للمعلوماتية. وتنفيذاً للقرار الرئاسي، أسست وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجامعة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، وعقدت شراكات لمنح شهادة بكالوريوس مزدوجة مع جامعتي مينيسوتا وبردو اللتان تعدان من أفضل الجامعات الأمريكية في الهندسة. وتعد الجامعة الأهلية التي أقيمت في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة هي أول جامعة في أفريقيا والشرق الأوسط متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة بها. وقبل أسابيع قليلة من بدء الدراسة فيها، ترأس المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق الاجتماع الأول لمجلس أمناء الجامعة. من خلال مجلس الأمناء نضع السياسة العامة اللي الجامعة هتمشي عليها، والتفكير في إنشاء الجامعة تفكير متقدم جدا، لأنها بما تحوي من تخصصات اللي تفضل معالي الوزير وذكرها، هم 4 كليات. ده مستقبل العالم كله بيتجه إلى هذه التخصصات، وخصوصا في الذكاء الاصطناعي. وتهدف الجامعة التي ستبدأ الدراسة فيها بداية من أكتوبر المقبل إلى خلق جيل متخمق في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة بها. وتضم الجامعة 4 كليات، هي كلية علوم الحاسب والمعلومات، وكلية الهندسة، وكلية تكنولوجيا الأعمال، وكلية الفنون الرقمية والتصميم، لتكون الجامعة صرحا كبيرا شاهدا على جهود الدولة في بناء الإنسان. أرى أن جامعة مصر المعلوماتية التي كان السيد رئيس الجمهورية قد تفضل بإصدار قرار إنشائها قبل أيام قليلة، هي تكريس لسياسة الدولة المصرية في أن يكون بناء الإنسان هو المرتكز الرئيسي للنهضة التي نعمل عليها ونصب لتحقيقها بإذن الله. صرح جديد ينضم لبنية مصر التعليمية بهدف دعم جهود تعزيز امتلاك التكنولوجيا والتحول الرقمي والمعلوماتي، والذي يعد أهم متطلبات الجمهورية الجديدة. أقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال اجتماعه برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، أقر عددا من السياسات واتخذ مجموعة من القرارات في إطار الدور المنوط بالمجلس بتنظيم الصحافة والإعلام. ووافق المجلس على استحداث بند جديد يضاف إلى لائحة الأكواد والمعايير والجزاءات نصا، مفاده يعد مخالفة للأكواد والمعايير الإعلامية وميثاق الشرف المهني الصحفي والإعلامي، واعتداء على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للأفراد، قيام الصحفي أو الإعلامي بتسجيل المحادثات التلفزيونية بينه وبين الطرف الآخر دون إذنه أو علمه بأي وسيلة تثبت هذا الإذن والعلم، وقيامه ببث المحادثة التي سجلها نصاً على أي وسيلة إعلامية دون إذن الطرف الآخر ببث المحادثة. كما قرر المجلس وقف بث عدد من البرامج والإعلانات، وذلك بسبب قيامها بالبث بدون حصولها على موافقة الجهات الطبية المعنية. كما أقر المجلس كذلك حجب بعض المواقع الإلكترونية غير المرخصة. وجهت الحكومة بتزويد مكتبة مصر العامة بدمياط بإصدارات وزارة الثقافة في مختلف مجالات المعرفة، والتي من شأنها المساهمة في بناء وتطوير الوعي. وفي هذا الإطار تفقدت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ومحافظ دمياط منال عوض عددا من المشروعات الثقافية والخدمية بالمحافظة. بدأت الجولة بزيارة مكتبة مصر العامة بعزبة البرج والمنطقة الصديقة للنساء التي نفذتها المحافظة مؤخرا بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبمنحة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة. ويعد مشروع المنطقة الصديقة للنساء الأول من نوعه بالمحافظة والثاني على مستوى الجمهورية، ويهدف لتمكين المرأة على المستوى الاقتصادي من خلال التدريب على الحرف المختلفة.
وما هو قادم أخبار الاقتصاد؟ نعم، الأخبار الاقتصادية مع مصطفى مزار، إليكم. شكرا رغدة وشكرا هبة. أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال نتابع فيها. استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهداف قطاع البترول والثروة المعدنية بخطة العام المالي الحالي 2021-2022، وهو العام الرابع والأخير من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة 18-19-21-22. أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة سعيد إلى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع البترول بخطة عام 21-22 تبلغ نحو 65.3 مليار جنيه، منها 48.7 مليار جنيه لأنشطة الاستخراجات و16.6 مليار جنيه لأنشطة تكرير البترول بنسبة تقترب من 75% و25% على التوالي. وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عقد تمويل مشترك بقيمة 4 مليارات جنيه بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبعض البنوك العاملة، وذلك للمساهمة في تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لبعض مشروعات المقترض والمتمثلة في تنفيذ محطات المحولات وإجراء توسعات لبعض محطات المحولات القائمة. أوضح وزير الكهرباء محمد شاكر أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير شبكتي النقل والتوزيع بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية، وذلك لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة. عقد محافظ القاهرة خالد عبد العالي اجتماعا لمراجعة ما تم تنفيذه من إجراءات لتطبيق اشتراطات تراخيص البناء الجديدة وما تم من أعمال في لجان فحص الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص، وكذلك أعمال فحص ومراجعة الرخص المسموح لها باستئناف الأعمال وتوفيق أوضاع هذه الطلبات لعرضها على اللجان المختصة لإبداء الرأي الفني طبقا لإجراءات ضبط منظومة العمران والتراخيص بمحافظة القاهرة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة أسعار المكرونة بالمنافذ التموينية كنتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لزيادة الأسعار بالمنافذ التموينية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، وموضحة بأن هناك استقرار لأسعار كافة السلع الأساسية بما فيها المكرونة بمنافذ بكافة المنافذ التموينية. إلى البورصة المصرية، حيث أنهت مؤشرات السوق الجلسة على ارتفاع جماعي مدفوع بمشتريات المتعاملين المصريين، وارتفع رأس المال السوقي 10 مليارات و300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 722.8 مليار جنيه. ونتحول معكم مشاهدينا الكرام للمؤشرات، حيث ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبه 1.8% ليغلق عند مستوى 10884 نقطه، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيره والمتوسطه اي جي اكس 70 متساوي الاوزان بنسبه 1.74% ليغلق عند مستوى 2973 نقطه. كذلك صعد مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الاوزان بنسبه 1.52% ليغلق عند مستوى 3932 نقطه. من البورصه المصريه الى اسواق العملات، حيث تباينت اسعار العملات امام الجنيه المصري ليسجل الدولار الامريكي 15 جنيها و64 قرشا للشراء و15 جنيها و74 قرشا للبيع، وبالنسبه لليورو فقد وصلت قيمته الى 18 جنيه و34 قرشا للشراء و18 جنيه و46 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني الى 21 جنيه و4 قروش للشراء و21 جنيه و55 قرشا للبيع. بالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 4 جنيهات و26 قرشا للشراء و4 جنيهات و28 قرشا للبيع، وأخيرا الريال السعودي والذي وصلت قيمته ل 4 جنيهات و17 قرشا للشراء و4 جنيهات و19 قرشا للبيع.
أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن صندوق النقد سيوزع نحو 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة الجديدة على أعضائه في دفعة مهمة للجهود العالمية الرامية لمكافحة كورونا. قالت جورجيفا إن نحو 275 مليار دولار من المخصصات ستذهب إلى الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية، بينما سيذهب نحو 21 مليار دولار إلى البلدان منخفضة الدخل. انتهت مشاهدينا الكرام الوقفة الاقتصادية، أعود من جديد إلى رغدة وهبة لاستكمال ما تبقى. أشكرك مصطفى. تكافح فرق الإطفاء بمشاركة طائرات قاذفة للمياه حريقا جديدا في جنوب جزيرة إيديا اليونانية التي تجتاحها النيران مجددا، فيما توجب إخلاء حيين في فيا. وأكدت وكالة الأنباء اليونانية أن هذا الحريق يتجه نحو منتجع مرماري الساحلي الواقع على مسافة 200 كيلومتر شمال شرق أثينا، حيث تستعد السلطات لإجلاء السكان بالقوارب. أما الآن فمع الأخبار الرياضية مصطفى ميزار، معه أخبار الرياضة بمنافستها. إليك مصطفى. شكرا مرة أخرى هبة وشكرا رغدة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ولكن في هذه المرة في جولة من أخبار الكرة والملاعب محليا وعالميا. يستضيف الزمالك غدا فريق الإنتاج الحربي في الجولة 33 من الدوري الممتاز، وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها يحل الأهلي ضيفا على الجونة، بينما يلتقي الاتحاد السكندري مع البنك الأهلي ويواجه سموحة فريق أسوان، في حين يستضيف وادي دجلة فريق سيراميكا كيلوباترا. في البطولة ذاتها تعادل الإسماعيلي مع ضيف طلاء الجيش بدون أهداف، وبتلك النتيجة رفع الإسماعيلي رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما وصل طلاء الجيش إلى 41 نقطة في المركز الثامن. استقرت إدارة بعثة اللجنة البارالمبية المصرية على اختيار الثنائي فاطمة عمر الرباعة البارالمبية وهشام صلاح قائد فريق الكرة الطائرة جلوس لحمل علم مصر خلال حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 غدا الثلاثاء. يعد هشام صلاح أكبر اللاعبين المشاركين في الدورة سنا، وحصل مع منتخب الطائرة على ميداليتين برونزيتين في دورتي أثينا عام 2004 وريو دي جانيرو 2016 البارالمبيتين. أما فاطمة عمر فسبق لها أن حصدت 4 ميداليات ذهبية وواحدة فضية خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام لنهاية هذه الجولة الرياضية، لكن التاسعة ما زالت مستمرة مع الزميلتين هبة ورغدة. شكرا لك مصطفى. افتتح معبد تمبلور مايور الذي بنته شعوب حضارة الأزديك الأصلية في الأمريكتين في قلب العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، حيث شهد إقامة معرض جديد بمناسبة سقوط عاصمة هذه الحضارة قبل نحو 500 عام على يد الغزو الإسباني. والآن مع أحوال الطقس. عودة مرة أخرى إلى مصطفى ميزار. إليك شكرا رغدة وشكرا هبة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولتنا النهائية، ولكن هذه المرة نتعرف سويا على أحوال الطقس ودرجات الحرارة غدا بإذن الله.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة رطبا ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء. وفي ما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية. درجة الحرارة العظمى في القاهرة 35 والصغرى 35 ويكون الجو حار. الإسكندرية 31 25 أيضا الجو حار. في مطروح 30 24 مائل للحرارة. في بورسعيد 32 25 يكون الجو أيضا حار. في الإسماعيلية 36 24 أيضا يكون الجو حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى في محافظة السويس 35 والصغرى 25 أيضا يكون الجو حار. في العريش 33 25 يكون الجو حار. في طابة 35 25 يكون الجو حار. في شرم الشيخ 38 30 حار. في الغردقة الدرجة العظمى 38 والصغرى 29 أيضا يكون الجو حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى بها وصلت ل 40 درجة والصغرى 27 ويتميز الجو هنا بشدة الحرارة. في أسوان 40 28 شديد الحرارة. في الوادي الجديد 40 25 أيضا شديد الحرارة. في شلاتين 37 27 يكون الجو حار. وفي حلايب 35 27 ويكون أيضا الجو حار. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن مشاهدينا الكرام بعد أن استعرضنا درجات الحرارة نتوقف للحظات قليلة مع لقطة اليوم. نهاية النشرة ولم يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود تطوير قطاع التعدين بالتكامل مع الرؤية الاستراتيجية التنموية للدولة. بتوجيهات من الرئيس السيسي مدبولي يستعرض المؤشرات المستقبلية للاقتصاد المصري. فرنسا تحض على تمديد عمليات الإجلاء من أفغانستان لما بعد 31 من أغسطس وعشرة ملايين طفل أفغاني في حاجة للمساعدة. نهاية النشرة وتاسعة متواصلة معكم والإعلامي يوسف الحسين. مساء الخير. بارك الله فيك. ازيك يا هبة؟ عاملة ايه رغدة؟ أخباركم ايه؟ مساء الخير يا يوسف. يعني من متابعتنا للمؤتمر الصحفي لوزيرة الصحة النهاردة نقدر نقول انه بتوجيهات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر والحمد لله يعني حاضرة وقادرة في التعامل مع أزمة كورونا من ناحية تقديم أحدث بروتوكولات العلاج والتوسع في تطعيم المواطنين، ومن ناحية تصنيع لقاح ساينوفاك، وهنصنع لقاح تاني أوروبي إن شاء الله، وهنصدر لقاحات مصرية للدول الإفريقية.
والله هو بس بشوفي أنا من الناس اللي مقتنعة الدولة عملت اللي عليها تالت ومتلت، لقاحات واشترينا، لقاحات وصنعنا، الناس تروح تطعم، يعني مفيش حاجة تحول دون إنك تروح تطعم. طيب التطعيم يا جماعة أصل المراكز بقت كتير، وأظن هيبقى فيه كمان تطعيم، وفي تطعيم جوه المنازل للناس اللي مش قادرة تتحرك، وفي تطعيم للمسافرين. إيه اللي يخليك ما تطعمش؟ مصر قالت يا جماعة إحنا بنستهدف إن إحنا نطعم تقريبا 40 مليون بني آدم أو 40% من إجمالي التعداد السكاني للمصريين بنهاية عام 2021، يعني 31 ديسمبر يكون في حوالي 42 مليون الطعام. ده المفروض، ده معناه إن الناس تروح تطعم. طيب أصلا مش هجري وراك طعام. ده يخلينا نتكلم شوية أكتر عن تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنها نوع من الوعي أيضا للمواطن المصري. سيادة الرئيس تحدث عن أهمية الوعي وقضية الوعي في تصريحات تلفزيونية خاصة، وتحدث أيضا عن محاولات إسقاط الدول وليس الأنظمة، وده اللي بيكمن فيه الخطورة، لأنها بتستهدف الدولة بمقدراتها بكل ما تشتمله من تقدم أو خطوات داخل هذه الدولة واستهداف لشعبها. مما لا شك فيه، شوفي دلوقتي إحنا المفترض جدلا إن إحنا كلنا بدون استثناء واحد يذكر، شفنا تجربة شديدة القسوة شديدة المرارة في محاولة إسقاط الدولة في مصر، وربنا سبحانه وتعالى يعني خلق كل الظروف الممكنة إن إحنا نقدر نخرج برا القصة دي، ومصر تقدر تستعيد عافيتها. مش بس بتستعيد عافيتها فتعود إلى ما سبق قبل حتى 2013 أو قبل 2011، لا بقينا أحسن من كده بكتير والحمد لله والشكر لله. يفضل مسألة الوعي اللي بيتكلم عليها الرئيس، لأنه في النهاية هيبقى في أجيال جديدة بتطلع، مش عاوزين يبقى في حالة من حالات الرخاوة أو الاستكانة إلى أنه خلاص إحنا عدينا البراميل. لا، إحنا ما عديناش البراميل ولا حاجة، يعني هي كل شوية وارد أنه ده يجرى، وإحنا بنبص من غير ما هنقعد نذكر ونحلل في دول بتجرى حوالينا، سواء إذا كان في المنطقة العربية أو لحد وسط آسيا، روحي لحد أفغانستان على سبيل المثال ونقعد نتفرج على اللي بيجرى، أو لو إحنا بنتابع حتى عن كثب اللي بيجرى في أمريكا اللاتينية كل 10-15 سنة، لازم يحصل حاجة، عشان كده كانوا يسموها جمهوريات الموز، لازم يحصل حاجة. في ناس بتيجي تقول لك هو كل حاجة مؤامرة؟ آه، يعني هو الإسكندر الأكبر جه مصر كان بيعمل إيه؟ جاي يعمل عيد ميلاده يعني؟ وده اللي بيتطلب الوعي على كافة المستويات، سواء في القضية السكانية، سواء في ما يخص استهداف الدول ومقدراتها، سواء في ما يخص القطاع الصحي، التعليم، الثقافة، يعني كافة المجالات بتتطلب الوعي، وبيظهر دور الإعلام الحقيقة. القضية السكانية دي هي أهم حاجة من وجهة نظري الشخصية جدا والمتواضعة، أهم قضية لينا دلوقتي. إحنا عدينا كتير ودي واقفة قدامنا عائق، يمكن الرئيس اتكلم عنها النهاردة وهنستفيد في الكلام كمان أثناء أكيد. الحلقة يعني هنتابعك وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا يا رغدة، شكرا يا هبة، شكرا ألف شكر ليك، وشكرا لكل صناع التاسعة، ونستأذنكم نبدأ فقراتنا.